بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أستاذ طاهر أحمد. سنشرح مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول. هنبتدي معانا بفرع الجبر، الوحدة التانية النسبة والتناسب. النهاردة هنكمل درس التناسب. النهاردة هنكمل مع بعض المسائل على التناسب المتسلسل. أول مثال بيقول لنا: إذا كانت ألف وب وجيم ودال في تناسب متسلسل، فأثبت أن ألف زائد اتنين ب على ب زائد اتنين جيم بتساوي جيم زائد ألف على دال زائد ب. طبعا أول ما يقول لنا ألف وب وجيم ودال في تناسب متسلسل، هنكتب شكل التناسب المتسلسل اللي احنا متعودين عليه، اللي هو هناخده ألف على ب ونكرر ب على جيم ونكرر جيم على دال ونساويهم بالميم بالمنظر اللي احنا هنشوفه دلوقتي حالا. نفرض ان الف على ب بتساوي ب على جيم تساوي جيم على د بتساوي ميم. وكالعاده بنبتدي من الاخر، من عند الجيم، من عند المقدم بتاع النسبه الاخيره، بنقول ان الجيم بتساوي التالي بتاعها في ميم، الجيم بتساوي د ميم. ناخد الب ونقول ان الب بتساوي د ميم اس 2. ناخد الالف وتساوي د ميم اس 3. دلوقتي لما نيجي ناخد التناسب المسلسل، ناخده من الاخر للاول، من عند الجيم. جيم بتساوي د ميم، ب بتساوي د ميم اس 2، الف بتساوي د ميم اس 3. ناخد الطرف الايمن ونبتدي نعوض. هنشيل الالف ونحط قيمتها، والب ونحط قيمتها، والجيم ونحط قيمتها. لما نشيل كل واحده منهم ونحط قيمتهم، هيبقى نشيل الالف ونكتب د ميم اس 3، نشيل الب ونكتب د ميم اس 2، ونشيل الجيم ونكتب د ميم. طلعنا بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا. طيب المفروض نعمل ايه بقى دلوقتي؟ المفروض ناخده العامل المشترك. مين المكرر فوق؟ الدال مكررة والميم، بس ناخده اقل ميم فيهم اللي هي ميم اس 2. فيبقى ناخده في البسط العامل المشترك دال ميم اس 2، ونقسم المقدار كله على دال ميم اللي هو دال ميم اس 2 اللي هو العامل المشترك. وتحت مين عامل مشترك؟ دال، واصغر ميم فيهم اللي هي ميم اس 2 وميم، يبقى اصغر حاجة الايه؟ الميم. ناخد عامل مشترك ونبتدي نقسم. اول ما خدناها د ميم اس 2 وجينا قسمنا، د ميم اس 3 على د ميم اس 2 فتبقى الميم. اما قسمنا 2 د ميم اس 2 على د ميم اس 2 فتفضل الاثنين. وتحت عملنا بنفس الطريقه. لاحظنا ايه لما بعد ما خدنا العامل المشترك؟ ان طلع قوسين زي بعض اللي هو ميم زائد 2 وميم زائد 2، فدول هيروحوا مع بعض، والدال هتتشطب مع الدال اللي تحت، والميم اس 2 لما اقسمها على الميم هيتبقى لي ميم. يبقى الطرف الايمن طلع لي بايه يا ولاد؟ بميم. نروح بقى للطرف الايسر، برضو هشيل كل الف كل ب وكل جيم واعوض عنهم بقيمهم. الالف بدل ميم اس 3، والب بدل ميم اس 2، والجيم بدل ميم. الطرف الايسر نبتدي نعوض ونشيل كل حاجه ونحط قيمتها. طلع لنا المنظر ده. شلنا الجيم، لما شلنا الجيم وحطينا د ميم والالف د ميم اس 3، طلع لنا د ميم زائد د ميم اس 3. كالعادة ناخد الدال المكررة دي عامل مشترك، وأقل ميم فيهم هنا ميم أس 3 وهنا ميم، يبقى أخد الميم عامل مشترك. تحت مفيش مكرر، المقام مفيهوش حاجة مكررة غير الدال، فاخد الدال بس عامل مشترك. لما خدنا فوق الدال ميم وقسمنا المقدار كله البسط على الدال ميم، تبقى لنا واحد زائد ميم أس 2. والتالي في المقام لما خدنا الدال عامل مشترك، اتفضل لنا واحد زائد ميم أس 2. قوسين زي بعض بالظبط، هتشطبوا مع بعض، والدال هتروح مع الدال، مش هتبقى غير الميم. فالطرف الأيمن طلع قيمته بميم، والطرف الأيسر طلع قيمته بميم، يبقى كده الطرفين متساويان، يبقى الإثبات بتاعنا صحيح. نروح للمسألة كمان. المسألة بتقول: إذا كانت أ و ب و ج و د في تناسب متسلسل، فأثبت أن أ زائد د على ب ناقص ج زائد د بتساوي أ ناقص ج على ب ناقص ج. كالعادة هنكتب الشكل بتاع التناسب المتسلسل، وكالعادة هنكرر أ على ب بتساوي ب على ج، صح كده، بتساوي ج على د ونساويها بالميم، ونطلع القيم من الشمال زي ما اتفقنا. من أول الجيم، الجيم هنساويها على طول بإيه؟ بدال ميم. الب هتبقى إيه؟ دال ميم أس 2. الألف هتبقى إيه؟ دال ميم أس 3. وبعد ما نطلع القيم بتاعت الجيم والقيم بتاعت الألف والقيم بتاعت الب، نبتدي نعوض عليهم. هنشيل الألف ونكتب مكانها
دال ميم أس تلاتة زائد الدال، وتحت هنشيل الب ونحط دال ميم أس اتنين، وهنشيل الجيم ونحط دال ميم. طيب ايه اللي حصل هنا؟ لازم نشوف العامل المشترك المتكرر في البسط اللي هو الدال، وتحت العامل المشترك المتكرر في المقام اللي هو الدال. هناخد الدال عامل مشترك في البسط وفي المقام. لما طلعنا الدال عامل مشترك في البسط اتفضل لنا ميم أس تلاتة زائد واحد، خدنا الدال عامل مشترك في المقام فتفضل لنا ميم أس اتنين ناقص ميم زائد واحد. لو ملاحظين يا أولاد إن اللي فوق اللي هو ميم أس تلاتة زائد واحد ده مجموع مكعبين، وإحنا أخدنا في سنة تانية إعدادي إزاي بنحلل مجموع مكعبين. كان لو فاكرين بيبقى قوس صغير وقوس كبير، يعني إحنا عشان نحلل الميم أس تلاتة زائد واحد هنحللها القوسين، قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير هيبقى فيه جذر الحد الأول والحد وجذر الحد التاني، يعني هيبقى ميم زائد واحد. القوس الكبير هناخده الأول تربيع، يعني الميم هتبقى ميم أس اتنين، نعكس الإشارة الزائد نخليها ناقص ونضرب الأول في التاني يطلع بميم، وبعد كده نربع التاني الواحد فتربيعه يطلع واحد. وفوق احنا اختصرنا الدال مع الدال عشان يفضل لنا بس التحليل اللي موجود عندنا. هنلاحظين حاجة ان القوس الكبير اللي هو ميم أس اتنين ناقص ميم زائد واحد، والقوس الكبير اللي تحت اللي هو ميم أس اتنين ناقص ميم زائد واحد شبه بعض. هنشطب القوسين دول الكبار دول مع بعض، مش هيتبقى لنا غير القوس الصغير اللي هو ميم زائد واحد. يبقى كده الطرف الأيمن بقى ميم زائد واحد. خد بالكم من التحليل، فرق بقى مجموع مكعبين ده بيتحلل قوس صغير وقوس كبير. باخد جذر المقدار اللي عندي وأربع الأولاني وأعكس الإشارة وأضربهم في بعض وأربع الأخير. نروح للطرف الأيسر ونشوف هيطلع لنا إزاي. الطرف الأيسر هنشيل بقى كل ألف وكل ب وكل ج ونحط القيم بتاعته. لو شلنا الألف هنحط مكانها دال ميم أس تلاتة، وشلنا الجيم هنحط دال ميم، هنشيل الب هنحط دال ميم أس اتنين، هنشيل الجيم ونحط دال ميم. المتكرر فوق الدال، والعامل المشترك هناخده أصغر ميم متكررة فيهم اللي هي ميم أس واحد، يعني اللي مش هناخده ميم أس تلاتة هناخده الأصغر اللي هي ميم. واللي تحت المتكرر دال، وبرضه المتكرر من الميم في ميم أس اتنين وهي في ميم هناخده الميم عامل مشترك. يبقى فوق دال ميم وتحت هياخدوا العامل المشترك دال ميم. طبعا أنا ممكن أقتصر الدال ميم مع الدال ميم. ولاحظين فوق برضه في قوس ممكن يتحلل اللي هو ميم أس اتنين ناقص واحد، وده فرق ما بين مربعين، وده تحليله سهل جدا. بناخد جذر المقدار ده كله مرة بالناقص ومرة بالزائد، يعني هيبقى عندنا ميم أس اتنين ناقص واحد يتحلل تبقى ميم ناقص واحد وميم زائد واحد. نشطب كل المتشابه، نشطب دال ميم مع دال ميم وميم ناقص واحد مع ميم ناقص واحد، هيتفضل ميم زائد واحد. يبقى طلعنا في الأيمن طلع ميم زائد واحد، والطرف الأيسر طلع ميم زائد واحد، يبقى إذن الطرفين متساوي. نروح لمسألة جديدة. مسألة بتقول إذا كانت أ واتنين ب وتلاتة ج وأربعة د في تناسب متسلسل، فإثبت أن اتنين ب ناقص تلاتة ج وسطا متناسبا بين أ ناقص اتنين ب وتلاتة ج ناقص أربعة د. كالعادة هنبدأ بخطوات التناسب المتسلسل، ومننساش إن احنا في التناسب المتسلسل بنكرر، يعني الألف هنا على الاتنين ب بيساوي إيه؟ اتنين ب على تلاتة ج بيساوي إيه؟ تلاتة ج على أربعة د، ونساويهم كالعادة بالميم. ونبتدي من الشمال، تلاتة ج هتساوي أربعة د ميم، والاتنين ب هتساوي أربعة د ميم أس اتنين، والألف هتساوي أربعة د ميم أس تلاتة. طيب إزاي بقى أثبت إن ده تناسب متسلسل؟ وإزاي أثبت إن الاتنين ب ناقص التلاتة ج ده وسط متناسب ما بين أ ناقص اتنين ب وتلاتة ج ناقص أربعة د؟ لازم الوسط المتناسب ده تربيع بيساوي حاصل ضرب الأولاني والتالت اللي هو الألف ناقص اتنين ب وتلاتة ج ناقص أربعة د. يعني لو أثبتت الاتنين ب ناقص تلاتة ج كل أس اتنين هي نفس ناتج ضرب أ ناقص اتنين ب في تلاتة ج ناقص أربعة د، يبقى ده وسط متناسب والإثبات بتاعي يبقى صح. طب تعال نجيب قيمة ده تربيع ونجيب قيمة حاصل ضرب دول ونشوف هل هيطلعوا نفس الحاجة ولا لأ. أول حاجة الاتنين ب ناقص تلاتة ج كل أس اتنين، احنا ملاحظين إن احنا شلنا الاتنين ب حطينا القيمة بتاعتها اللي هي أربعة د ميم أس اتنين،
وشلنا التلاتة جيم وحطينا قيمتها اللي هي 4 دال ميم، خدنا العامل المشترك اللي موجود في الاتنين اللي هو 4 دال ميم، وتبقى عندي ميم ناقص واحد الكل أس 2. أوزع أس 2 على المقدار ده كله هيبقى 16 دال أس 2 ميم أس 2، والقوس هيبقى تربيع ميم ناقص واحد الكل أس 2. يبقى الأولاني تربيع اللي هو 2ب اللي هو الوسط ده، الوسط تربيع طلع بكام؟ ب16 دال أس 2 ميم أس 2 قوس ميم ناقص واحد الكل أس 2. طيب تعالوا نضرب بقى الاتنين التانيين في بعض ونشوف هل هيدينا نفس الناتج ولا لا. تيجي نعوض مكان الألف ونحط 4 دال ميم أس 3، ومكان الاتنين ب نعوض عنها ب4 دال ميم أس 2، ومكان التلاتة جيم 4 دال ميم وناقص 4 دال. ملاحظين إن القوس الأولاني في عامل مشترك والقوس التاني في عامل مشترك. القوس الأولاني في عامل مشترك اللي هو 4 دال ميم أس 2، والقوس التاني في العامل المشترك 4 دال. خدت العامل المشترك من القوسين، لما خدته من الأولاني اللي هو 4 دال ميم أس 2 فبقى لي ميم ناقص واحد، ولما خدته من 4 دال من القوس التاني اتفضل لي ميم ناقص واحد. هضرب اللي هو العاملين المشتركين دول في بعض وهضرب القوسين في بعض. العاملين المشتركين هنضربهم في بعض، يعني 4 في 4 ب16، ودال في دال بدال أس 2، وميم أس 2 هتنزل. وعندنا القوسين ميم ناقص واحد في ميم ناقص واحد، يعني ميم ناقص واحد الكل أس 2. هنلاحظ إن هو نفس ناتج الأولاني اللي طلع لي. فمعنى كده إن 2ب ناقص 3ج الكل أس 2 بتساوي ا ناقص 2ب في 3ج ناقص 4 دال. وطالما ده تربيع بيساوي حاصل ضرب دول الحدين التانيين في بعض، فمعنى كده إن ده يبقى وسط متناسب. الاتنين ب ناقص تلاتة ج ده يبقى وسط متناسب بين ا ناقص 2ب و3ج ناقص 4 دال. وهنا نكون نهينا الدرس بتاعنا. شكرا لكم، باللقاء آخر إن شاء الله.